مرحبا شلونكم، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وصحه وعافيه. اليوم عندنا بقايا من الكيك. قبل يومين سويت لهم كيك وبقى بعد ما ياكلوا. ايش راح نسوي؟ طريقه حلوه اليوم جبت لكم اياها، كلش طيبه وراح تعجبكم ان شاء الله. عندنا الكيك ابيض بالفانيلا وبالكاكاو، راح نقطعه بهاي الطريقه. شوفكم ايش راح نسوي ما البقايا من الكيك اللي يبقى بالبيت، ما نذبه نستخدمه بغير الشغلات. ابقوا معايا وشوفوا طريقة العمل الحلو مالتنا والمقادير ونقول بسم الله. اول طبقة راح نبدي نسوي الجيلي مالة الفراولة. احنا عندنا الفراولة، اذا انتم اي جيلي عندكم بالبيت تقدرون تسوون. ضفنا ظرفين جيلي. بالتعليمات احنا كاتبين بالعربي وبالانجليزي والتركي، يقول يعني للظرف كوبين ماي، انا راح اضيف كوب واحد فقط. نضيف كوبين ماي مغلي وهذا الثاني. احنا مثل ما قلت لكم مكتوب كوبين، انا حبيت اسوي كوب واحد فقط. بسم الله نخلطه لحد ما يذوب عندنا الجيلي. الجيلي عندنا ذا، راح نبدي نجيب القالب اللي نصب بيه الجيلي. قالب اليوم راح اسوي بيه من هذا القالب اللي ينفتح، شكله كلش حلو. ايش راح نسوي؟ قبل ما نصب الجيلي نضيف له زيت نباتي، بس يكون طعمه طيب الزيت، لا ما طيب ما هواية. ونفرش بهاي الطريقة. هاي الطريقة مسحنا القالب بالزيت، إذا ما عندكم الفرشة بالكلينس. هنبدي نصب الجلي. بسم الله اتركه لمدة 5 دقائق بهاي المكان، وبعدها ندخله الثلاجة لحد ما يجمد. نبدي نسوي الطبقة الثانية. نبدي بالطبقة الثانية، نحتاج مصفي، معلقة من الكاستر. الكاستر لأن نشتريه بالوزن لازم ننخله. لا تأخذ من وقتكم، ثواني ما بيها. ضفنا معلقة، نضيف المعلقة الثانية. نحتاج معلقتين من الكاستر. انتهينا من الكاستر. نضيف شكر. بسم الله خير ان شاء الله. نطشي شوية، 2 3 شكر فقط. خلطت الشكر ويا الكاستر، ابدي اضيف حليب. اذا ما عندكم حليب سائل، كل معلقتين من الحليب بكوب ماي. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا تردون نص كوب حليب سائل ونص كوب ماي اهم يصير. ننتقل للطباخ. الكاستر صار عندنا جاهز، راح نبدي نصب الطبقة الثانية. هاي الجيلي عندنا جبناه بارد، لازم بارد. بسم الله حبيت اسوي الكاستر قليل مو هوايه، على مود راح نسوي اكثر من طبقه بس على مود الالوان. صبينا الكاستر بهاي الطريقه، راح ندخله الثلاجه ننتظره يبرد ونبدي نعمل الطبقه الثالثه ان شاء الله. بدي نسوي الطبقه
الصلصة راح نسوي الكاكاو أو الشوكولاتة، نضيف معلقتين شكر، نضيف النشا، بسم الله، ايش نضيف معلقة ونص كاكاو مر، نضيف معلقة واحدة، نخلط المكونات سوية، كوب حليب نضيف، بسم الله، من يبدي يذوب عندنا الكاكاو والنشا ويا الشكر ننتقل للطباخ. ذاب عندنا كل شيء، عندنا طبقة الكاكاو صارت جاهزة، شوفوها كلش حلوة صارت وناعمة، راح نبدي نصبها، بسم الله، نبدي نصب، بسم الله. نوزع الكاكاو بالسباتولي، ندخل الثلاجة مرة ثانية، وبعدها نرجع نعمل الطبقة الرابعة إن شاء الله. عندنا الطبقة الأخيرة شكر معلقتين، يعني حفظتم انتم المقادير. هذه الوصفة راح نضيف طحين معلقة، معلقة نشا، ظرف فانيلا، تريدون سائلة تريدون طوز حسب الرغبة، كوب حليب، ونخلط كلها سويا. وكلكم تعرفون الساعه راح ننتقل للطبخ. الطبقه الاخيره صارت عندنا جاهزه، شوفوها كلش حلو، ريحه الفانيلا كلش طيبه صارت. نجيب القالب ونصب، بسم الله، نبدي نوزع بهذه الطريقة. إذا تريدون أكثر من لون يصير عادي، تقدرون أنتم تتحكمون بالألوان، بس أنا الألوان اللي عندي الموجودة قدرت أسوي بها. عندنا بعدها حارة، ايش راح نسوي؟ الكيكة اللي قطعناها بداية الفيديو، بسم الله، راح نصفطه بهاي الطريقة. هاي شوية صايرة سخينة، نخففها. ايش راح نسوي؟ نحشي الفراغات اللي يعني عندنا الموجودة، اكمل وارجع لكم. بهاي الطريقة صارت. هسه شو راح نسوي؟ ندخلها الثلاجة لمدة ساعتين، ومن بعدها نطلعها ونشوف شكلها شلون النهائي. نلتقي بعد ساعتين. وهاي الكيكة الباردة صارت جاهزة عندنا، شوفوها كلش حلوة. راح نقلبها هسه، بس قبل ما نقلبها أول مرة راح نسوي؟ شوية ندوس على الحيفي، يعني على مدريدها تفصل.
ومن هذه المكونة راح نبدي بالكبة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما فتحناها لازم نفتح الحزام. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. شوفوا ايش قد حلوة صارت. هجيب لكم يعني هنا أنا. شوفوا كلش حلوة صارت. الكيك اللي تبقى عندنا نكمثناه بهاي الطريقة راح نسوي هذا الجدار. طريقة أكمل وأرجع لكم. مدة بهاي الطريقة راح أبدي أقطع منها. بسم الله. وهذه وصفتنا اليوم، إن شاء الله تعجبكم. إذا عجبتكم لا تنسونا باللايك والاشتراك، تفعيل الجرس حتى تصلكم وصفاتنا الجديدة إن شاء الله. أترككم في أمان الله، مع السلامة.